مباشر من مقر جمعية نادي أشبال السلام رادي الكارتيبي مارتين في قناة الفجر سبور. البطل المغربي سمير الصاديني العائد بالميدالية الذهبية في البطولة الوطنية المدرسية للفنون الدفاعية والإبداعية في رياضة الكاراتي كوميتي اللي مثل ثانوية محمد السادس التأهيلية بمارتين والمدير الجهوية للتربية والتكوين. كيف كانت المنافسة في هذه البطولة سامي؟ وكيف جات تتويجك بهذه الميدالية الذهبية؟ أولا رمضان مبارك سعيد. كانت صراحة أجواء رائعة في أكادير بحكم أن مديرية أكادير قامت بتنظيم رائع لا حسب خارج القاعة وداخل القاعة. صراحة كان التتويج ما يتساليش بعد مقابلة في الإقصائيات من المباراة النهائية حس على الميدالية الذهبية وبعد مجهود جبار كنت خدم في بلاصة وكانت إقصائيات قبل البطولة الوطنية بالمديرية عبر الجهة وكان كيدي واحد من كل جهة يعني كتصابر في الجهة ديالك عارف باش كتمشي للبطولة الوطنية باش كتلعب مع جهات المملكة. عرفت المشاركة تقريبا 600 مشارك ومشاركين يمثلوا كل مختلف جهات المملكة وكانت جهة طنجة تيطان انتم اللي تلتوها حرصوا على الميدالية الذهبية. كيف كان الشعور ديالك وانت كتحمل الميدالية الذهبية كتفوز بهذه الميدالية الذهبية؟ الله يوصف ولمن كانت هذه؟ ان شاء الله يوصف كتهدي الميدالية للوالدين ديالي العائلة ديالي كاملة والثانوية الخمسة والجهة بحكم ان الجهه كانت جات هي المرتبه الاولى على حساب رياضه الكاراتي والمرتبه الثالثه على تصنيف الجهات ونشكر كل من سار بعيد وقارب في انجاح سمير الصديق. ما هو سر التالق المثالي في الكارت بجميع التظاهرات ما شاء الله عليك كتحقق دائما في البوديوم في المرتبه الاولى ما هو سر التالق ما هي سمير الصديق او هو هذاك تتمة الشقيقة البطل العالمي ابتسام صدي. صراحة هو هذا الميدالية ما جات فارغة بالرغم من المجهودات الكبيرة اللي كنقوموا بها في النادي ومع الأبطال الآخرين ديال الجمعية. كنشكر الأبطال اللي تبناو معنا قبل ما نمشيو للبطولة وصراحة هاد المجهودات يمكن يعني كيكونوا ساهلين إلا راه كيكونوا بزاف ديال المثابرة والعمل باش توصل الله. ما هو البرنامج المستقبلي ديال سامي سواء رفقة النادي او رفقة المنتخب الوطني؟ ما شاء الله بريسيليكسيون اول حاجه بريسيليكسيون 31 شهر 3 غادي تكون في طنجه ويعني مبرمجين جميع مبرمجه 4 ديال البريسيليكسيون عبر الجهات في كازا كناس ضرب وطنجه من وراها كاينه شطريه في سلا اللي غنكونوا جينور جينيور وسينيور ويمكن يكونوا معسكرات داخل ديك هذه المنطقة. سامي الصديق كانوا جوج أبطال اللي مثلوا جمعية أشبال السنة بهذه البطولة الوطنية سامي الصديني ودعاء المقدم. كيف كان الشعور ديالكم أنتم كأبناء مدينة مارتي والجمعية اللي حققت الميدالية النحاسية وأنت الميدالية الذهبية؟ صراحة ما كانش شعور يعني ماشي بالسهل اللي تمثل الجمعية في هذه المحافل الوطنية كبرى يعني كيكون بزاف ديال المجهودات قاموا بها بالأطر التقنية ديال الجمعية بما فيها الأستاذ عبد السلام صاديني والأستاذ عبد الإله صاديني. شي كلمة أخيرة أمل؟ صراحة كنا ديال الميدالية للوالدين ديالي الجميع اللي كانوا كيساندوني في هذه البطولة خاتمنا التوفيق في جميع التظاهرات المقبله ان شاء الله سامي الصديق البطل المغربي في الكاراتيه.